مساء الخير عليكم، معكم اخوكم احمد البنا. النهارده ان شاء الله حبيت اتكلم على موضوع بسيط، وبالتحديد كده على وصله مهمه جدا للموبايل، الا وهي وصله الاو 2 جي. وصله صغيره جدا زي ما حضراتكم شايفينها بالشكل ده كده، يعني على الله تكون واضحه في الكاميرا، يعني زي ما انتم شايفينها وصله ميكرو ميني، تقريبا التلاتة منها بالدولار، حاجه يعني بسيطه جدا في السعر. هنعدد فوائد الاو 2 جي دي للموبايل كتيره جدا، يعني نقدر نقول الاو 2 جي دي ليها فوائد متعدده هتفيدك جدا انت كمستخدم للموبايل بتاعك. وقبل ما اقول برضو الفوائد بتاعتها، برضو هتطرق ان شاء الله للسعر بتاعها اللي انا اشتريته بيها. وكالعادة تجار الجباية بتوعنا كتير منهم في مصر، طبعا الاسعار بتتضاعف عندهم لتلتمية وربعمية وخمسمية في المية من اسعار الحاجات البسيطة دي، لان مفيش تسعيرة في البلد للأسف، والناس دي ما بتسعرش. بس قبل كل شيء هنقول فوائد الاو تي جي للموبايل ايه بالظبط. اول فايدة للاو تي جي معانا، او قطعة الاو تي جي، ان انت ممكن تخلي الموبايل بتاعك باور بانك. يعني ايه الموبايل بتاعك باور بانك؟ يعني انا معايا الموبايل بتاعي مثلا بالشكل ده، ونفرض ان الشحن بتاعه مكتمل وانا عايز اشحن موبايل اخر، فبحط القطعة فيه بالشكل ده، وبجيب الكابل بتاع الشحن بحطه فيها، و بحط بقيه الكابل او الطرف بتاع الجاك التاني في الموبايل، وبكده الموبايل الرئيسي بتاعي اللي فيه قطعه الاو 2 جي هيشحن الموبايل التاني اللي محتاج شحن. دي اول ميزه او اول فايده لقطعه الاو 2 جي. تاني حاجه برضو وميزه لوصله الاو 2 جي معانا، انك ممكن توصل عليها كيبورد او ماوس او حتى جويستيك. ازاي؟ طبعا هي بنفس الفكرة، لو انت برضه حاططها في الموبايل وشبكت فيها USB بتاع الكيبورد او USB بتاع الدراعات الجويستيك او USB بتاع الماوس، هتقدر ان انت تتحكم وتشوف الكورسر بتاعتك على شاشة الموبايل وتتحكم فيه بمنتهى السهولة. فدي تاني ميزة للاو 2 جي، اللي هو توصيل عدة ديفايسات على الموبايل بتاعك. تالت فايدة معانا لوصلة الاو 2 جي او لقطعة الاو 2 جي، انك ممكن توصل عليها فلاش ميموري. يعني انا لو حطت الفلاشة في الموبايل وحطت قطعة الاو 2 جي في الموبايل ووصلت لها فلاشة، اقدر ان انا استعرض الملفات اللي موجودة على الفلاشة واشوفها على الموبايل بمنتهى السهولة، سواء كانت الملفات دي افلام او اغاني او صور او اي شيء انا عايزه. فدي تالت ميزة لقطعة الاو 2 جي بتاعنا. رابع ميزة عندنا وانا دمجتها في الميزة رقم 2، ان انت تقدر توصل عليه الجويستيك زي ما قلت لحضراتكم وتلعب عليه الجيمز اللي انت عايزه. هتحط طبعا في الاو 2 جي الوصلة بتاعت الجويستيك بتاعك، وبعدين هتحطها في الموبايل وتشغل اي لعبة وتعمل كنترول وتتحكم في اللعب بتاعتك بطريقة كويسة جدا وتلعب في منتهى السهولة. دي كده كانت رابع ميزة. خامس ميزة بقى وهي الأهم عندي والميزة الجديدة ومفيش أي موقع قبل كده استعرضها، وهي ربطها مع البروفيشنال مايك أو المايك الاحترافي. أنا عن نفسي هوريكم المايك بتاعي، مايك البروفيشنال اللي أنا بستخدمه. المايك ده أنا اشتريته طبعا من فترة، كنت عملت عليه بريفيو من موقع علي إكسبريس، وده ده مايك بيتوصل على طول بالUSB في الكمبيوتر على طول دايركت، وهو مجهز بكارت الصوت الانترنال بتاعته وصوته ممتاز. كانت بتقابلني مشكله ان انا ما بعرفش لما باجي اوصله بالموبايل، فللاسف كنت بضطر على طول احطه في الكمبيوتر واشغل اللعبه، وكان بيطلع صوت اللعبه مدموج مع صوتي، فما كانش بيبقى الصوت مظبوط قوي، لحد ما اكتشفت طريقه معينه ان انا اقدر اوصل بيها المايك USB مع الاو 2 جي. وانا ان شاء الله هبقى اعمل لكم حلقه مفصله لو انتوا طلبتوها، ازاي ان انت توصل البروفيشنال مايك USB بتاعك للموبايل عن طريق قطعه الاو 2 جي ده.
لو انتوا عايزينها وبتطلع الصراحة نتائج ممتازة جدا في الصوت احسن من ما انت تشبكها دايركت وتبتدي تعالج الصوت على الاودي سيتي او غيره. خامس حاجة بقى هو سعرها، والسعر ده عندنا في مصر حكاية يا جماعة. يعني انا مستغرب من التجار بتوعنا وجشعهم الغريب. يعني القطعة دي زي ما قلت لحضراتكم التلاتة منها بدولار. حبيت لما جيت اشتري القطعة دي كنت بتمشى في شوارع اسكندرية، فروحت لمحل في سموحة. اول محل قابلته بقول له عندك قطعة الريماكس وتجي الصغيرة دي؟ قال لي موجودة يا فندم. بكام القطعة دي؟ 50 جنيه. قلت له 50 جنيه ايه دي على موقع سوق.com من 5 جنيه ل8 جنيه. قال لي لا مفيش الكلام ده. تمام، خدت بعضي ومشيت. رحت محل في منطقة سان ستيفنو يعني قال لي شوية، وهنا اكتشفت ان التجار كل واحد بيسعر حسب المنطقة. رحت محل في سان ستيفنو، عندك قطعة الريماكس او تي جي؟ قال لي عندي قطعة الريماكس او تي جي. بكام؟ ب40 جنيه. قلت له ب40 جنيه دي على سوق.com من 5 ل8 جنيه. قال مفيش الكلام ده يا فندم. المهم خدت بعضي ومشيت. رحت على محل في منطقة فاكتوريا، بكام؟ قال لي القطعة عندي ب35 جنيه. بنفس المنطق كده انا ما بحكيش عليك، ب35 جنيه. قلت له دي ازاي؟ وحكيت له قصة السوق.com. قال لي ممكن احسبها لك ب30. قلت له ازاي ب30؟ قال لي ما ينفعش الكلام ده. خدت بعضي ورحت محل تاني جنبه، اخر كلام معاه قال لي 20 جنيه. شوفوا بنزل بالسعر فين. وكل تاجر عشان ما فيش تسعيرة للأسف محددها له الدولة فبيسعر حسب مزاجه. 20 جنيه. قلت له برضه حكيت له نفس القصة. قال لي ما ينفعش يا فندم. اخر تاجر رحت له اول ما سالته عليه قال لي 15 جنيه. قلت له خد ال 15 جنيه لان انا عارف اني مش هلاقي حد هيبيعها بسعر من 5 ل10 جنيه، واشتريتها. فدي يا جماعه سعرها الاصلي لا تزيد عن 10 جنيه. قول ان انا جبتها ب 15 جنيه لان مفيش اي محل من محلات الجبايه بيبيعها بسعر من الاقل اللي انا هقول لكم عليه. اتمنى طبعا يكون الفيديو ده عجبكم وانتوا تكونوا عرفتوا فوائد وصله الاوتو جي بالتحديد ايه، وان شاء الله لو طلبتوا هعمل لكم الحلقه بتاعت ازاي توصل البروفيشنال مايك يو اس بي على الموبايل بتاعك وتخرج جوده صوت ممتازه. طبعا ما تنسوناش في لايك وسبسكرايب. اتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم. شكرا ليكم.